احنا في اوقات كتيره في حاجات بتكون موجوده في حياتنا ومنعرفش قيمتها غير لما بتسلب من حياتنا، وبيبقى لما نفتقدها في حياتنا يحصل حاجه غريبه قوي قوي، نحس بان هي كانت حاجه عظيمه جدا واحنا ما كناش واخدين بالنا، وخاصه الحاجات الدقيقه، الحاجات اللي هي بتبقى بتمشي ما بين الاحداث في حياتنا، بتمشي ما بين افكارنا، بتمشي ما بين تفاصيل حياتنا كلها. وساعات عشان هي ما بتدركش بالعين المجردة، محتاجة مننا تأمل، ما بنشوفهاش. من أهم الحاجات دي اللي احنا لو قعدنا معاها خلت قلوبنا فيها انشراح للصدر وخلت قلوبنا مطمنة، حاجة كانت مهمة جدا 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 احنا افتقدناها في الوقت ده، وعشان كده حياتنا ابتدت تتعقد. عارفين ايه؟ البساطة. النهاردة الجليس اللي هنجلس معاه النهاردة هو البساطة، وعشان نقدر نتكلم عن البساطة كنا لازم نتكلم مع حد أنا شايفه دايما بيتعامل بعبقرية مع الأمور الحياتية، لأنه هو في الحقيقة من قمة العلم بيوصل للبساطة، وهو أستاذنا الدكتور طريف شوقي، أستاذ علم النفس الاجتماعي. أستاذنا الدكتور طريف، إزيك؟ أهلا وسهلا يا مولانا. أنا بنتكلم عن البساطة النهاردة، إحنا عايزين نبقى نتكلم كده، هو يعني إيه بساطة؟ إحنا لازم نتكلم ببساطة. طبعا، عشان الناس تبقى تفهمنا ببساطة. يبدو حتى بساطة مرتبطة بالانبساط. أيوة طبعا، يعني معاني حلوة كده. لو إحنا حللنا كلمة بساطة مع إنها بساطة وبسيطة، إلا إن على الأقل هي الكلمة دي هي عبارة عن مربع، في مربع. أربع أضلاع، أربع أضلاع، فتعالى نمسك ضلع ضلع، لأن هم دول اللي مشكلين مفهوم البساطة. مع حضرتك. هو حاجة مفهوم التلقائية، البسيط دايما بيبقى مليان تلقائية، والتلقائية هنا يعني بيعبر عن مشاعره بطريقة ما فيهاش حسابات مسبقة كتير. دايما لما بيجي يتكلم ما فيش بلوتك كتير في كلامه، يعني كلامه مليان مشاعر مش الفاظ متذوقه. حلو قوي ده، عشان كده احنا بنحب الراجل ده او الست، يعني كلنا بنميل للشخص ده عشان التلقائي. ادي اول حاجه التلقائي. تاني صفه، تاني ضلع في البساطه اللي هي السماحه. هنا السماحه مع ردود الافعال الغاضبه من الاطراف الاخرى، يعني طول الوقت البسيط ده في سمح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك رحم الله امرا سمحا اذا باع وسمحا اذا اقتضى. طبعا اقتضى يعني مواقف عصيبه، خلي بالك. صح صح، فهو في اشد المواقف العصيبه ردود فعله بسيطه. يبقى عندنا سمح. اول حاجه تلقائيه، تاني حاجه السماح، ثالث حاجة بقى الوضوح. طبعا انت عارف في الرياضيات يقول لك اقرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. صح، فالراجل البسيط هو خط مستقيم دايما، يعني كلامه مش مستخبي ورا، ما عندوش لف، ما عندوش لف ودوران، بس واضح. ما فيش النوايا الخفيه، الاجنده الخفيه. انت عارف السياسه الغربيه دلوقتي كل المشكله في اللي عامله لنا قلق دلوقتي فكره الهيدن اجنده، الاجنده الخفيه. بالظبط، هو ما عندوش اجنده خفيه. الرابع اخر حاجه بقى الرضا بالحد الادنى. دايما احتياجاته بسيطه قليله، يرضى يعني لقمه عيش، يقول لك يعني عيش ودقه كده مع بعض، يعني مش محتاج. يعني دايما لما تقعد معاه في الغرب، الامريكان دايما لما بيعرفوا الصديق يقول لك هو الشخص اللي لما تقعد معاه ما بتحسش بالتكلف، بتحس ان انت قاعد مع نفسك. صحيح، عشان كده تلاقي يقعد اي اثنين اصدقاء في الغرب ممكن حاطط رجل على رجل، ممكن قاعد شبه نايم، مش مشكله. ليه؟ لانه يقول لك البساطه، احنا عايشين بالبساطه. والبساطه في النهايه بقى اذا احنا بنتكلم كباحثين نفسيين هي مفتاح الصحة النفسية. ده رائع جدا. أستاذنا إزاي بقى، هل البساطة قلت في حياتنا وليه؟
دايما الشخص البسيط الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه واثق في نفسه قوي. أما لقى واحدة ست قابلته انت قادرة لقاها يعني خي يعني هيبة قوي قال لا، فقال إيه؟ أنا كنت ابن امرأة تأكل القديد في مكة. صحيح. يعني مش محتاج يكبر نفسه. فدايما الناس البسطة هم اللي عندهم ثقة. عشان كده تلاقي الأغنياء قوي قوي، شوف لبسهم عامل ازاي. أغنى واحد في العالم بيل جيتس ده أو وارن بافيت أو غيره، طبعا الوقت بقى بيزوس، هتلاقيهم لبسهم عادي جدا. يعني حضرتك وكأن حضرتك بتشاور على ان الشخص ان احنا قلت الثقة عندنا في نفسنا شويتين ثلاثة. ده احتمال وارد، لان ادعاء انت عارف زمان في الريف كان اغنى الريفيين ما ياكلوش لحمه الا يوم السوق، يوم في الاسبوع بس، ولو جاله ضيف غير يوم السوق مش هيعمل له لحم، لانه هو ماشي بنظام وواثق ان هو ده صحي. صحيح. مش ده في الناس ممكن يستلف عشان يعزم حد دلوقتي. ايوه، ان الناس وكانها تحب ان تظهر بصوره غير الصوره الطبيعيه بتاعتها. بس في مثل انا كان يعجبني جدي كان الله يرحمه يقوله لي دايما، يقول زورونا بالاقدام ولا تزورونا بالاحسان. صحيح. يعني مش مهم ناخد هديه معانا، مش مهم نتكلف، مش مهم نتكلف. طيب يا استاذنا، وكان حضرتك بتوصلنا بقى لسؤال مهم جدا، ازاي اكون انا شخص بسيط؟ ازاي اكون انا شخص بسيط؟ اول حاجه ان هحسس اللي قدامي ان هو مش محتاج يبقى متكلف معاي. انت عارف الفرنسيين عندهم كلمه شهيره يعربوا بيها من بعض قوي، يقولوا ديجافو. اما يلاقوا واحد سلس يقول لك ده اكن اعرفه قبل كده، اكن شفته قبل كده. ليه؟ لانه بسيط، فيشيل الحواجز اللي بينه وبين الشخص ده، لانه شبهنا. عشان كده احنا لما نيجي نعمل حتى اجتماع مع ناس ما نعرفهمش، اول حاجه نقول ايه؟ حاول تديهم احساس بالبساطه. اتكلم عن اسرتك في عز الاجتماع الرسمي. صحيح. اتكلم عن حاجه شخصيه، ده انا بحب كذا، ده انا مش بحب كذا. يعني اخرج من الوضع الرسمي للوضع الشخصي، لان الناس عاوزه تتخفف من الاعباء. الامر الثاني يا استاذنا في مساله ازاي اكون بسيط، ازاي اكون بسيط؟ ان حاول اما تقعد مع حد كل تركيزك على ان انت تحط نفسك مكانه، مش هو اللي يحط نفسه مكانك. دي فكره في غايه الروعه يا استاذنا، دي حاجه جميله جدا جدا. الاسلام اهم عنصر فيه ده. صحيح. ان احنا طول الوقت بيدعونا ان احنا نحط نفسنا مكان المحتاج، مكان المألوف، مكان حتى اللي عنده مشكله، اللي عنده عزه، اللي عنده يعني فكره. عشان كده ربنا بيعمل لنا زي ما في الجيش بيعملوا مناوره لتدريب المقاتلين قبل الحرب الفعليه، ربنا بيعمل لنا تدريب سنوي في رمضان، نحط مكاننا مكان الاخر اللي هو الصوم رمضان. صحيح. عشان لازم نحط نفسنا مكان الطرف الاخر، فدي بتقربنا من بعض وبتدي احساس على طول ان انت فاهمه قوي من غير تعقيدات. استاذنا الدكتور طريف، انت دايما بتشوقنا بهذه البساطه، دايما تكلمنا حضرتك ببساطه وتدينا علم غزير جدا 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 في هذا الملف. دائما احنا بنبقى سعيدين جدا جدا ومبسوطين ان حضرتك معانا. استاذنا الدكتور طريف، شكرا لحضرتك على كل هذا الجمال وهذه البساطه وهذا النور.